عزيزي المشاهد، هل يمكن أن ترتدي صندوقاً في مقابلة عمل أو حتى ملابس شديدة الغرابة في مناسبة خاصة؟ تلك التصميمات التي تقوم بمشاركتها مازحاً عبر حساباتك على شبكات التواصل الاجتماعي لتضحك أو لتضحك مع أصدقائك وتسألهم هل يمكن أن يرتدي أحد هذه التصميمات الغريبة؟ قد تعد هذه القطع غير المألوفة بمثابة لوحات فنية مبتكرة بأيدي مصمميها، فالمصمم يشعر بمتعة لتصميم قطعة فريدة يستخدم فيها الأقمشة والألوان والإكسسوارات شديدة الغرابة، أو حتى لإيصال رسالة معنية عبر هذا التصميم تماماً كقصة اليوم، حيث خرج المصمم البريطاني جوناثان أندرسون عن المألوف بتصميم ملابس عليها نباتات مزروعة تنبت من هذه الملابس والأحذية وأيضاً تتطلب سقياً بالماء. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهذه التصميمات التي وصفوها بالغريبة، فلنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. المصمم أكد أنه حاول من خلال عرضه لهذه الملابس أن ينقل مخاوفه من تغير المناخ وزيادة الوعي للجمهور حول كيفية استخدام الطبيعة في حياتنا اليومية. ويبقى السؤال هنا مشاهدينا، لماذا يصمم مبتكرو الموضة العالميون هذه الملابس الغريبة؟ قصتنا مستمرة ولكن بالتأكيد نتابعها بعد فاصل قصير.